أشكر بادئا بالبدء لدينا في الصايرة على هذا الملتقى، ولي الشرف بحضور ومشاركة في هذا الملتقى للقرآن الكريم. وأنتقل من الكلام عن مناهج التربية القرآن، عن فلسفة التربية في القرآن، وعن مصطلحات التربية في القرآن، إلى الكلام عن أساليب القرآن في تربية الإنسان. عرضي هذا سيتناول بحول الله تعالى محورين وبينهما مقدمة وخاتمة. أبدأ بالمقدمة وأقول أن القرآن الكريم حوى حقيقتين أساسيتين. الأولى أن المنهج القرآني في تربية الإنسان هو منهج متكامل. ينطلق هذا المنهج من مبدأ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويشكل بعدها منظومة تربوية متكاملة تحقيقا للمبادئ العامة والمقاصد العامة عقديا وتشريعيا وأخلاقيا. الحقيقة الثانية في القرآن حول أساليبه، وهي أن أساليب القرآن الكريم في تربية الإنسان هي أساليب متنوعة، جاءت متنوعة سواء في مواضيع مختلفة أو في موضوع واحد. أعطي مثالا فقط على هذا التنوع في الصلاة وهي عبادة. فنوع القرآن الكريم أساليبه حول الأمر بالصلاة، فنجد مثلا أنه استعمل أسلوب الأمر والطلب، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم استعمل في حين آخر أسلوب الجزاء، تحريض على الجزاء، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلوب يشير به إلى الجزاء. ثم دخل في حين آخر في موضع آخر إلى أسلوب آخر، أسلوب الموعظة واستنهاض الهمم للصلاة، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. أساليب متنوعة في موضوع واحد، هذا المثال فقط، وإلا كان الكلام عن تنوع الأساليب بحثا خاصا مستقلا بذاته. أنتقل إلى المحور الأول وهي الكلام عن أساليب القرآن. اخترت من بين هذه الأساليب ثمانية أساليب. الأسلوب الأول هو أسلوب الحوار، الأسلوب الثاني هو أسلوب الترغيب والترهيب، الأسلوب الثالث هو استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الكون، الأسلوب الرابع هو أسلوب استحضار حقائق الغيب، الأسلوب الخامس هو أسلوب القدوة، الأسلوب السادس هو أسلوب الموعظة، الأسلوب السابع هو أسلوب القصة، والأسلوب الأخير هو أسلوب الجزاء. أعطي بعض الأمثلة في كل أسلوب من هذه الأساليب فقط، وإلا كما قلت فهي كثيرة جدا. بالنسبة
فالحوار هو كما قال اللغويين هو مراجعة الكلام. والله سبحانه وتعالى في القرآن أشار إلى الحوار في عدة آيات كثيرة جدا، وكان يستعمل صيغة القول، قال قلنا يقولون وهكذا. استعمل الله سبحانه وتعالى أسلوب الحوار في تربية الإنسان حتى مع إبليس عدو الله تعالى. استعمل الحوار مع الملائكة، استعمل الحوار مع الأنبياء للإشارة فقط. يقول الحق سبحانه وتعالى في هذا الصدد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هو اعتراض، حوار بالاعتراض. وقال له الله سبحانه وتعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم يوقف الحوار ولم يقمعهم عن حكم، وإنما أجابهم بأنه يعلم. قال كذلك في إشارة أخرى لهذا الأسلوب في حوار مع نبي الله سبحانه وتعالى إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. استفهام من الله سبحانه وتعالى، وهو حق الله سبحانه وتعالى، وهو خصوصية الله سبحانه وتعالى، وهي خلق الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم نبي الله تعالى يحاور الله سبحانه وتعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. ومع ذلك استرسل في الحوار، استرسل في الحوار إلى أن قال سبحانه وتعالى: فقطعت أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعلها إلى آخر الآية. الأسلوب الثاني حتى لا أطيل، أسلوب الترهيب والترهيب. أسلوب الترهيب والترهيب هو أسلوب غنائي رفيع في الخطاب التربوي. أكتفي بمثال في هذا البقاء. يقول الحق سبحانه وتعالى: تعبدوا ما شئتم من دونه، وهي حرية. تعبدوا ما شئتم من دونه، حرية العباد، لا إكراه في الدين. بعدها جاء بأسلوب الترهيب والترهيب: لكم الحرية، ولكن أرهبكم ثم أرهبكم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم دخل إلى نفس الآية: ذلك يخوف الله به عباده. ثم انتقل إلى أسلوب الترهيب فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسلوب ثنائي بين الترهيب والترهيب. الأسلوب الثالث: التربية باستحضار عظمة الله في الكون، وهو إشارة عديدة استعملها القرآن لتربية الإنسان في حقائق الكون التي أمامه، حتى يضع الإنسان أمام حقيقته وسط هذا الكون في أبعاد الزمان والمكان. يقول الحق سبحانه وتعالى أمثلة كما قلت فقط وإلا فهي كثيرة جدا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت منذر. إشارة الإبل إلى السماء، إلى الجبال، إلى الأرض، وهي حقائق كونية يربي بها الله سبحانه وتعالى الإنسان. ويقول أيضا: في الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. الأسلوب الرابع: التربية بأسلوب استحضار حقائق الغيب. وإذا كان الأسلوب الذي قبله يشير الله سبحانه وتعالى إلى تربية الإنسان بالحقائق الكونية المشاهدة، فهذا الأسلوب يربي به الله سبحانه وتعالى الإنسان للحقائق غير المشاهدة الغيبية، وهي حقيقته الأبدية. يقول الحق سبحانه وتعالى أمثلة كما قلت: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إشارة إلى الموت، إشارة إلى النار، إشارة إلى الجنة، وهي كلها حقائق غيبية. الأسلوب الخامس: تربية بأسلوب القدوة.
اسلوب القرني باسلوب القدوه والقدوه كما قال احد المتخيلين القادمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحق سبحانه وتعالى احد كان في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ومن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع فهو قدوه في التربيه، التربيه باسلوب الموعظه وهي كثيره كما قلت، الموعظه هي استعداد لتقبل الحق. قال تعالى: يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهو رحمه. فالقران كله موعظه. ويقول ايضا في اشاره الى استعمال هذه الموعظه: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه وجادلهم بالتي احسن. الاسلوب السابع اسلوب القصه، وهذا اسلوب كذلك كثير، فقد استعمل القران الكريم بدءا من قصه الخلق، قصه ادم وبنيه قابيل وهابيل، وقصه الانبياء كلهم، قصه ابراهيم عليه السلام، قصه موسى، قصه يوسف، قصه، وكلها قصص فيها عبر كثيره، واشار اليها الحق سبحانه في سوره يوسف: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. هذه القصص فيها عبر. والاسلوب الاخير اسلوب الجزاء، ويسميه بعض ممن بحث في اساليب القران باسلوب العقوبه، وهذا من الاخطاء الشائعه التي تستعمل في حق اساليب القران. فاساليب القران لم تاتي للعقوبه وللقمع وللزرع، وانما جاءت للتربيه. فالتربيه اما بالحسنى او بغيرها. قال تعالى: والجزاء يكون باسلوب العمل، فمن يعمل سوءا يجزى به، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه واولئك هم المفلحون. واختم بالاشاره الى ان هذه الاساليب يجب ان تجدد في واقعنا التربوي. معلوم ان هذه الاساليب التربويه المستعمله لم تؤتي اكل هذا الحق التربوي كما يجب، ولذلك واجب علينا كباحثين وكاساتذه ومدرسين ان نجدد العمل بهذه الاساليب التربويه، عسى ان ننتقل الى التربيه القرانيه المرجوه، وان ننشئ النشأ الذي يتحمل رساله القران، تربيه القران وقراءه القران.